السلام عليكم ورحمة الله. من سيربح بمفاوضات حقل الدرة السرية؟ السعودية والكويت أم إيران؟ في يوم الاثنين 14 أغسطس قبل أمس ألقى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان في مؤتمر بطهران ثلاث قنابل خطابية. في القنبلة الأولى قال عبد اللهيان أني بحثت مع وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح قضية حقل الدرة مرتين، ونحن نقوم بالاستكشاف في حقل الدرة، وهذا إقرار من الإيرانيين بالاعتداء على سيادة الكويت وحدودها البحرية. يعني أن تقوم بالاستكشاف قبل تحديد الحدود هذا اعتداء صارخ على ما هو متعارف عليه دوليا إذا كان هناك اختلاف في قضية الحدود. هذه القنبلة الأولى. القنبلة الثانية في خطاب عبد اللهيان هو حين قال أن بلاده مستعدة لمساعدة السعودية في مكافحة الإرهاب، هذا كله في خطاب واحد. وهنا كيف يستوي ذلك إذا كان من يحرك الإرهابيين الحوثيين والحشد وبقية محور المقاومة هو طهران، فكيف تساعدونهم وأنتم اللي تسحنون السم أصلا؟ فهذه القنبلة الثانية. أما الثالثة فهي اللي تهمنا في حديثنا اليوم، أن عبد اللهيان قال هناك تفاهم مع الكويت بأن ملف حقل الدرة تقني لا يناقش في الإعلام، لا يناقش في الإعلام، وهي دعوة لتسوية الملف عبر الحوار السري. فلماذا هذه الدعوة للتكتم؟ ليش التكتم؟ يعني يفتح الباب لتأويلات كثيرة. هل عبد اللهيان يريد حفظ ماء وجهه أمام الشعب الإيراني ومقدم على تنازلات لأنهم لا حق لهم في حقل الدرة؟ هذا حقل في بحر، والإيرانيين ما راح يطلعون يدورون خذيناه ما خذيناه. الأمر ليس بذلك البساطة. يعني هل يخاف من الشارع الإيراني؟ ومن متى كان أصلا صانع القرار السياسي يخاف من الشارع الإيراني حتى يحيل جميع المناقشات إلى درجة السرية؟ لا أعتقد أن فرضية التنازلات مع أنها واردة هي الأساس. أنا أرى العكس، أنا أرى أن الطلب السرية لأنه ناوي يمارس الضغط داخل قاعة الاجتماع بأسلوب التهديد، اللي التهديد والوعيد اللي لن يكون في صالح سمعة الدبلوماسية الإيرانية لو وصل هذا الأمر للإعلام. في خطابه سيقوم عبد اللهيان كما أشار بالزيارة إلى الرياض نهاية الأسبوع الحالي، وراح يلتقي مع وزير الخارجية الكويتي في وقت لاحق. فهو سيلتقي مع الطرفين السعودي والكويتي كل على حدة، وهذا اللقاء سيكون في تقديري على المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى العلاقات بين الجهتين، سيكون لقاء بين ثقافتين متناقضتين في الدبلوماسية قصدي، فكلنا مسلمين، لكن الثقافة الفارسية أو الثقافة الفارسية والعربية قريبتان من بعض، لكن على المستوى الدبلوماسي هناك تناقضات بين الدبلوماسية الخليجية والدبلوماسية الإيرانية. عبد اللهيان ينتمي إلى ثقافة دبلوماسية عقائدية تنتهج الإيمان المطلق بثوابت الثورة، يعني الدبلوماسية توجهها ثوابت الثورة الإيرانية. الجانب الخليجي لا، ينتمي إلى ثقافة براغماتية تتغير بتغير أو تتصف بالمرحلية في العلاقات الدولية، وهي براغماتية حديثة بمعنى أنها تواكب العصر، وشتان بين الأثنان. هذا ما نرى في الاجتماع السري اللي ناوين عليه، سيكون بين ثقافتين مختلفتين، وإن كان قد نجحوا في تجاوز الكثير من الأمور في اتفاقية بكين في أكثر من اتفاقية، لكن تبقى جذور الأشياء موجودة، أن هذه ثقافة ثورية وهذه ثقافة براغماتية مصلحية تميل إلى الرأسمالية، تميل إلى السلم أكثر منها من الصدامية. الآن هل سيلتقي الطرفان كعدو؟ يعني هل يعتبر إيران،
هل سيلتقي الطرفان والطرف الخليجي ينظر إلى إيران كعدو أم أنه مجرد تحدي إقليمي؟ هذا السؤال راح نجيب عليه الليلة أيضا، عفوا اليوم. والسؤال الآخر، هل الحوارات السرية، أن تحال نقاشات حقن الدرة إلى اجتماعات سرية بين الطرفين، هل هي لصالح الخليج أم لصالح إيران؟ هل من طلب ذلك هو الإيرانيين أم الخليجيين؟ هل البعد عن الإعلام لصالحنا أم ضدنا؟ السؤال الثالث، من سيكسب بناء على صفات الدبلوماسية الإيرانية والدبلوماسية الخليجية؟ هذا ما سنجيب عليه اليوم في قناة المراقب الخليجي، ومحدثكم الدكتور ظافر العجمي. الآن السؤال الأول، هل سيلتقي الطرفان كعدو أم كتحدي إقليمي؟ هل إيران، هل يمكن النظر إلى إيران كعدو؟ طبعا في مرحلة مد النفوذ الإقليمي والعمل لمد نفوذها وخلق توابع لها، هي لا تخرج عن أن تكون تحدي إقليمي، مثل تركيا وأثيوبيا اللي يجيشون من هم على يميننا ويسارنا ويكون لديهم توابع في أكثر من مكان محيطين بنا، فهم لخلق التوابع أو 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 المكملات الاستراتيجية، فهم في هذه الحالة تحدي إقليمي. يجب أن نشير أن تصنيف إيران كتحدي إقليمي يعتمد على درجة الأهمية والتأثير اللي تخلفه تحركاتها وجمع الحلفاء، يعني الأحداث اللي تجري بيننا وبينهم جراء هذه التحركات الإيرانية هي ما تقرر درجة التحدي الإقليمي. لكن إذا وصلت السياقات اللي تتحرك فيها إلى اشتباكات أو توتر أو خلافات حدودية ترقى إلى نزاعات، حينها تدخل إيران في خانة العدو. الآن السؤال، هل إيران عدو أم تحدي إقليمي؟ في هذه المرحلة هي تحدي إقليمي وليست في خانة العدو الصريح. إذن نأتي للسؤال الثاني وهو سؤال مهم، هل الحوارات السرية لصالح دول الخليج أم لصالح إيران؟ هل عندما طاوعهم وزراء الخارجية الخليجيين بأن يبتعدون عن الإعلام و ما يسمى تشاتم هاوس رول، أن ما يقال يقال دون ذكر من قاله وماذا قال، هنا من سيكسب، نحن أم إيران؟ هناك العديد، أولا يجب أن نشير أن هناك العديد من الفوائد وعدم الفوائد بالنسبة لنا، هناك ما هو مفيد وما هو مضر للحوارات السرية بيننا وبين الإيرانيين. وهي بشكل عام هناك الفوائد من الحوارات السرية بشكل عام، يتم فيها أولا القدرة على تبادل المعلومات الحساسة، ما في خوف على الكشف عنها، يمكن أن تكون هذه المعلومات الحساسة ضرورية لحل النزاع أو إبرام صفقات، ولا يكون في صالح الطرفين تبادلها في العلن أو أن يعرف عنها الجمهور، فهذه من فوائد الحوارات السرية. اثنين، من فوائد الحوارات السرية القدرة على التفاوض دون تأثير الرأي العام، يمكن أن يكون للرأي العام تأثير قوي على المفاوضات يؤدي أحيانا إلى تعقيدها أو جعلها مستحيلة. ومتابعي الكرام، نتذكر الأزمة الخليجية اللي يتفق الكثير من المراقبين أن تويتر والمشاحنات على وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي أجلت حلها بالسرعة اللي كان مفروض أن تحل فيها. ثلاثة، من فوائد الحوارات السرية أن يصلون إلى حلول مبتكرة، عندما تكون مفاوضات سرية كل الطرف الثاني مزيد من الحرية أن يبتدع بالتفكير خارج الصندوق، الوصول بحلول مبتكرة لم تكن ممكنة في العلن. يعني لو قال فكرة وظهرت إلى الصحافة والإعلام، هناك من لا يود أن يصل الطرفان إلى حل فيبدأ في تسفيه هذه الأفكار كحل، يبدأ في تسفيهها والسخرية منها والحط من قدرة المفاوض من الطرف الآخر أو من نفس طرفهم. يعني قد تصل إلى ليش مرسلين هذا يتفاوض عنه، هذه أفكار، هذه آراء، ما عندكم حل غير هالحل. فليس من صالح، يعني بعض المرات في المفاوضات حتى يتجاوزوا التسفيه او الخروج بافكار جديده،
أن يدحوا إلى الحوارات السرية بدل العلنية. لكن كما أشرنا هناك أيضا بعض المخاطر المرتبطة بالحوارات السرية بين الدول، يعني مو كل الحوارات السرية لصالح بعض الحوارات. من مخاطر الحوارات السرية أو الإدارة بالغموض إمكانية سوء الفهم، يعني عندما تكون القضية مطروحة على وسائل الإعلام تفسرها وتفتتها وتفككها، فيدخل المفاوض وهو يعلم كل شيء عنها سواء من مصدر مباشر أو من التفسيرات والتحليلات اللي قام فيها الخبراء والمحللين. عندما تكون المفاوضات سرية يكون من الصعب التأكد من كل طرف فهم موقف الطرف الثاني، يعني أن تدخل قاعة المفاوضات وأن تعرف أن هذا متشدد من وسائل الإعلام من تصريحاته خير لك من أن تدخل وتفاجأ به. فهذه من مخاطر المرتبطة بالحوارات السرية. اثنين، من مخاطر الحوارات السرية إمكانية الفساد، وهذه أيضا واردة. المفاوضات السرية تقود إلى الفساد، يمكن أن يستخدمها طرف ضد طرف لتبادل الرشاوي أو الخدمات غير المشروعة. كم مفاوض خون في بلده؟ أمريكا وعدته بالجنسية، فرنسا وعدته بالجنسية وشقة على الشانزليزيه. وهناك الكثير من الدول تستخدم المفاوضات السرية لرشو المفاوضين عندما يكون حالتهم كئيبة أو حالتهم المادية أو خونة. والآن اتهامات تطال أطراف خليجية من أطراف أخرى بأنكم رشيتوا هذا المفاوض وأعطيتوه وشريتوا ذمته. فالقضاء عليها يتم بأن تكون المفاوضات علنية بدل سرية. فهذه من مخاطر الحوارات السرية. من مخاطر المفاوضات أو الحوارات السرية أن لا يكون هناك نزاهة أو أمانة بين الأطراف المتفاوضة، يعني قد يكشفون أو يسربون بعض أسرار المفاوضات، ومن الممكن أن يتم الكشف عن بعض الأمور اللي تنسف كل شيء وتوتر العلاقات وتقود إلى الحرب، بدل أن كانت في خانة التحدي الإقليمي. عندما يكشفون بعض الأمور اللي جرت داخل هذه الاجتماعات قد تؤدي إلى أن تؤجج الوضع وتزيد من حدته. فمن الممكن أن التسريبات تؤدي إلى أمور كثيرة، والمفاوضات السرية هي اللي قادت إلى ما يعرف بنظرية المؤامرة داخل مؤامرة سايكس بيكو، مؤامرة كلها جميع اتفاقات ومفاوضات سرية. نشير هنا أن من فوائد الأمم المتحدة خروج الأمم المتحدة أنها ألغت الاتفاقيات السرية. أي اتفاقية سرية بين دولتين تعتبر هي والعدم، سواء ولا تعترف بها الأمم المتحدة ولا تعترف فيها بقية الدول الأخرى. يعني أن تقوم أمريكا بالدخول داخل الكويت وتغزو العراق، هذا لا يعترف به دوليا. العكس، أن تقوم روسيا بالدخول في سوريا وغزو الأردن، هذا لا يعترف باتفاقهم. فالاتفاقيات السرية مرفوضة ويفضل العلنية، فالكشف عن بعض الاتفاقيات السرية ليس في صالحها. في النهاية، قرار إجراء حوارات سرية أو علنية هو من القرارات الصعبة، وأنا على ثقة أنه سيكون هناك بعض الحديث عن طلب عبد اللهيان أن تكون الحديث بعيد عن الإعلام. حتى الآن لم يردوا عليه بصراحة إن كانوا سيوافقون على أن تكون المحادثات سرية. هي هؤلاء رجال محترمين، يعني لا داعي بالإعلان أنها مفاوضات سرية، قد تجري والكل يحترم وجهة الآخر ولا ينشرها للإعلام، لكن من الخبث نشر محتويات مثل هذه الأمور. فنحن ننتظر إن كانت ستكون سرية أم معلنة. طبعا هي ليست لصالحنا بشكل عام، لأن الإيرانيين سيتبعون عقيدة التقية، ففي المحادثة السرية قد يقولون شيء ثم يتنصلون عنه، وبحجة أننا كنا تحت ضغط. والتقية في الدبلوماسية الإيرانية واردة جدا، ولا ننزههم، لا ننظر لذلك من باب عقائدي أو مدخل عقائدي، لكن ندخل عليه من ثوابت في تاريخ الدبلوماسية الإيرانية. الآن لنفرض أنهم دخلوا في المفاوضات السرية، من سيكسب؟
بناء على صفات الدبلوماسية الإيرانية والدبلوماسية الكويتية والسعودية أو الدبلوماسية الخليجية. أولا نشير إلى أن بناء على صفات الدبلوماسية، الدبلوماسية الإيرانية هي دبلوماسية قوية، لها حضور قوي في المنطقة والإقليم، لها عدة صفات منها الاستقلالية. يعني هي ما تعتمد مثلا الدبلوماسية الخليجية تضغط أمريكا لصالحنا، تضغط بريطانيا لصالحنا، هي لأنها في عزلة فهي مستقلة أكثر من غيرها، ليس على أحد تأثير عليها كما هو على بعض دول الخليج اللي في تحالفات فنميل نحو الحليف، وهذه ظاهرة صحية ليست عيب. تتصف أيضا الدبلوماسية الإيرانية بالحزم مع القضايا اللي ترى أنها مهمة ومن مبادئ الثورة لا تتنازل عنها. من الدبلوماسية الإيرانية أنها تستخدم القوة إذا لزم الأمر عبر أذرعها ومكملاتها الاستراتيجية، الميليشيات، حزب الله والحشد الشعبي، كثيرا ما يغير كل ما يتفاوض معه الإيرانيين والعراقيين، يدخلون الحشد الشعبي لتغيير وجهة نظر رجال بغداد في 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 سوريا، في كل مكان، في اليمن، في كل مكان يغيرونها بأذرعهم. فهم يستخدمون القوة في دبلوماسيتهم. هي مصلحية، الدبلوماسية الإيرانية مصلحية تبحث عن مصلحتها وتمتطي المذهبية لتحقيق هذه المصلحية، ثم تتخلى عن المذهبية حين تشاء، مثل الصراع الأذري الأرميني. يعني الأذر شيعة ومع ذلك هم في خانة التحدي الإقليمي أو التحدي للأذريين. إيران ليست مع الأذريين بل تدعم الأرمن، والأرمن هم أرثوذكس مسيحيين نصارى، فهي لا تدعم أبناء جلدتها، وهذا الأمر معروف بحكم أن هناك قوميات أذرية ترى تكوين أذربيجان الكبرى ومقتطع من أذربيجان وضم لإيران يجب أن يعود لأذربيجان، فهناك تحدي بينهم. فإيران تمتطي المذهبية حين تشاء وتنزل منها حين تشاء وتستخدمها حين تشاء وتتخلى عنها حين تشاء. أيضا الدبلوماسية الإيرانية تتصف بالنوعية، بمعنى أن البعثات الدبلوماسية الإيرانية تضم جواسيس، تضم عسكر، تضم سياسيين، تضم تستخدم حتى الثقافة، لكن أهم ميزاتها هي الأيديولوجية. يعني أهم ميزة في الدبلوماسية الإيرانية هي الأيديولوجية، تستند الدبلوماسية الإيرانية إلى الأيديولوجية الإسلامية الاثنى عشرية، تسعى إلى نشر هذه الأيديولوجية حول العالم، وهذا معلن ومثبت في الدستور، ويحكم سياستها الخارجية عبر أذرعها الدبلوماسية، أنها حتى اسمها الإشارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومذهب الاثنى عشري مقرر في الدستور، فهذا عماد الدبلوماسية الإيرانية. الآن هل نجحت هذه الدبلوماسية؟ في تقديرنا نعم، لعبت الدبلوماسية الإيرانية دور مهم في تحقيق العديد من الإنجازات الجمهورية الإيرانية، بمعنى أنها منذ أن قامت الثورة حتى الآن والجهد الدبلوماسي هو اللي حامي إيران أو حامي نظام الولي الفقيه من السقوط. الاتفاق النووي الإيراني، يمكن أن النووي الإيراني الدولي 2015 يمكن أن يعد إنجاز للدبلوماسية الإيرانية، فلا يمكن أن نبخسها حقها. فالدبلوماسية الإيرانية لها إنجازات لا يمكن تناسيها حتى وإن كانت في خانة التحدي الإقليمي. الآن نأتي إلى الدبلوماسية الخليجية، لها عدة صفات: الفاعلية، العمل الجاد، المثابرة. لنا علاقات قوية مع دول العالم بود وبدبلوماسية راقية، لنا عمق استراتيجي في إخواننا العرب، تستند الواقعية السياسية، ليست أحلام دولة في تحقيق مقارنة بالإيراني في تحقيق الدولة الإسلامية الكبرى أو أم القرى كما يقولون. أهدافنا واقعية في الخليج، هي إنسانية وخيرة، تسعى إلى تقريب وجهات النظر، الأعمال الإغاثية، دور الوسيط بين الدول المتنازعة. فهذه هي صفة الإنسانية والخيرة، كما قلنا تحترم الدبلوماسية الخليجية سيادة الدول الأخرى، حقوق الإنسان، القانون الدولي. لعبت الدبلوماسية السعودية والكويتية
أيضا دور كبير في تحقيق الكثير من الإنجازات الضخمة، مثلا الدبلوماسية الكويتية والسعودية في حرب تحرير الكويت، الدبلوماسية في تكوين تحالف لإعادة الشرعية في اليمن، فتح آفاق الشراكات الاستراتيجية مع الصين وروسيا والدول الكثيرة، كلها إنجازات تحسب للدبلوماسية الخليجية. الدبلوماسية الراقية في تقديري، الدبلوماسية الخيرة الخليجية تكسب في نهاية المطاف. يعني قد تحقق الدبلوماسية الإيرانية بعض النجاحات، لكن في نهاية المطاف الدبلوماسية الراقية والخيرة المعترف فيها من قبل العالم والمقدرة من قبل العالم هي من ينتصر، وهي صفات الدبلوماسية الخليجية، لأن لها كما قلت عمق عربي وإسلامي. إيران دبلوماسيتها تعاني من العزلة الدبلوماسية، كم سفارة لإيران مقارنة بالدول الخليجية، كم تغلق سفاراتهم، كم تحرق سفاراتهم، كم يحرقون سفارات دول أخرى، كم يغلقون سفارات دول أخرى. فالدبلوماسية الراقية الخيرة تكسب في نهاية المطاف، وهذه صفة للدبلوماسية الخليجية. وأنا في تقديري أن الدبلوماسي الخليجي قادر سواء في السر أو في العلن أن يحقق إنجازات. الآن نأتي للسؤال المهم، من سيكسب؟ بناء العلاقات الدبلوماسية بين الدول يعني اللي كانت في خانة التحدي الإقليمي أو التاريخي والعودة إلى الصديق مهمة صعبة ومعقدة ودقيقة، لكن هناك بعض التكتيكات اللي يستخدمونها الدبلوماسيين لكسب المعركة الدبلوماسية مع الطرف الآخر. من بعض التكتيكات دبلوماسية النوع الثاني، يسمونها دبلوماسية النوع الثاني، قبل المحادثات الرسمية تنظم تفاعلات غير رسمية لفهم، يساعد فهم وجهة النظر الآخر دون ضغوط القنوات الرسمية. يعني مثلا عبد اللهيان يتكلم العربي، نحفظه بيوت راكان بن حثلين أو نتكلم مع عربي، فتح آفاق أن نتحدث معه بلغة يفهمها، وهذا مكسب. أيضا وضع عبد اللهيان هو حجة إيرانية للوصول لدول الخليج، أن حطينا وزير خارجية يتكلم لغتكم. فهذه من التكتيكات اللي تسمى دبلوماسية النوع الثاني. أيضا من التكتيكات البحث عن أرضيات مشتركة أساس ننطلق منها. يعني حنا في صدام في حقل الدرة، القاعدة المشتركة هو تحديد الحدود، يرفضون. إذن القاعدة المشتركة الأخرى هو وقف الاستكشافات، وقف إرسال الدوريات لهذه المنطقة، عدم التجديد. فالنقطة الثانية، التكتيك الثاني، هو توفر نقطة انطلاق للتعاون والبحث عن المشتركات بدل عن نقاط التصادم. أيضا من بعض التكتيكات تدابير بناء الثقة بعمل اتفاقات صغيرة. يعني قد لا نصل إلى اتفاق عام، لكن البدء خطوة خطوة باتفاقات صغيرة سهل الوفاء بها. يعني وقف الاستكشافات، وقف إرسال صبية الحرس الثوري وتأجيج الوضع، هذه من المكاسب الصغيرة. فمعظم الجنرالات يعرف أنه لكسب الحرب الكبرى يجب كسب معارك صغيرة واحدة واحدة فتحقق ما تريد. أيضا من التكتيكات اللي يمكن استخدامها ولكسب المعركة الدبلوماسية سواء كانت سرية أو علنية مع الإيرانيين، هو التواصل مع وسطاء يمكن لهم حل الإشكالية، دولة ثالثة أو دول ثالثة أو منظمات ثالثة تسهل المحادثات ونثق فيهم وتوفر أرضية محايدة وتوسط في النقاشات إذا استعسر المضي قدما في مثل هذه التفاوضات. ونحن والحمد لله لدينا وسيط يدل دربة مع إيران، وهم دولتين شقيقتين، قطر وعمان، بإمكانهم وهم اللي فتحوا أبواب التعاون الأمريكي الإيراني وأيضا السعودي الإيراني. بإمكان عمان أو قطر إعادة السيناريو مرة أخرى فتسهيل المفاوضات بدل الدخول لمفاوضات كل طرف فيها متشدد، وهذه من التكتيكات الناجحة اللي تستخدمها كل الدول. من التكتيكات أيضا التواصل المنتظم بين الطرفين. يعني مو ينتهي التفاوض وكل الرافع خشمه وما كلمكم والعزة القومية وأنتم فرس ونحن عرب، يجب أن تكون هناك اجتماعات منظمة بين المسؤولين بين البلدين، قنوات تواصل مفتوحة، خط ساخن،
كما قلت لو شوهد طراد إيراني في المنطقة، ما هذا، هل هذا تابع لكم؟ دخل بالغلط؟ أنتم ناويين على الشر أو لا؟ لأننا نعرف أن هناك أطراف إيرانية تسعى بكل جهد لتخريب الاتفاق بين دول الخليج وإيران، ليس في حقل الدرة فحسب، لكن حتى الاتفاق اللي تم في بكين بين السعودية وإيران هناك أطراف تسعى لتخريبه. هناك أطراف لا يسرها أن تحقق الحكومة الإيرانية الحالية أي إنجازات، فتريد تخريب كل إنجازاتها. أيضا يجب الاعتراف أن الدبلوماسية هي عملية طويلة ومعقدة، بناء الثقة ليس سهل، يتطلب مع أننا نعرف إيران وبيننا جيرة كبيرة، لكن كل مرحلة تختلف عن المرحلة الأخرى. يعني نختلف معها في الميليشيات، نختلف معها في النووي، نختلف معها في نظامها الصاروخي، نختلف معها الآن في حقل الدرة. مفجرات النزاع للأسف في الجزر الإماراتية، مفجرات النزاع للأسف كثيرة، وكل مرحلة في العلاقة الدولية تتصف بصفات غير الصفات الأخرى. جميع ذلك يتطلب بناء الثقة. الدبلوماسية عملية طويلة وليست سهلة، النية الحقيقية يجب أن تظهر منذ البداية، يجب تنفيذ التكتيكات اللي ذكرناها، دراسة وفهم الحقائق التاريخية والثقافية والسياسية حول موضوع حقل الدرة. يجب أن يكون هذا الأمر واضح لكلا الطرفين حتى نقنعهم بكل ما نريد أن نقوله، حتى يكونون على بينة بأننا مادين يدنا لتحقيق تفاوض ناجح، وليس دخول غرف مغلقة وتفاوض سري يقود إلى الخلاف أكثر مما يقود إلى الاتفاق. بالنهاية أنا أعتقد أن حتى في الاجتماعات السرية يجب أن ندفع الإيرانيين إلى الاعتراف بالقانون الدولي اللي يحسم مثل هذه الأمور. هناك قانون دولي 1982 أو 83 يفرض الحدود، الاتفاقيات تفرض تحديد الحدود بين الطرفين قبل الدخول في أي تفاوضات في حقول نفطية أو 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 منافع اقتصادية. يجب دفع الإيرانيين إلى هذه القناعة سواء بالوسطى أو سواء إقناعهم مباشرة في السر أو في العلن، هذا هو الطريق الوحيد لإقناع الإيرانيين. هذا ما لدي، وأنا مستعد لسماع ما لديكم، ولكم مني سلام.